السلام عليكم. واش عقلتو منين كنا كنتكونيكتا وميساجات بدرهم للميساج كتشارجي 10 ديال الدراهم ما تفوت لك ليله 10 ديال الميساجات، وكنتسناو امتى يجي شي عرض بالريق الناشف 10 دراهم كتعطيك 20 ميساج. فداك الوقت حتى واحد فينا ما كانش كيفكر غادي يجي واحد النهار اللي ب 10 دراهم غادي تصيفط بها الميساجات حتى يديك النعاس، وتصيفط بها تصاور في رمشت عين وتهضر بها حتى تقول بركه، وماشي مكالمه عاديه، مكالمه فيديو. شوف فيا ونشوف فيك يا طاجي الحوت. داك الوقت كان واحد الشخص اخر من اسره فقيره، وكان كيقرا وكان ديما لاقي مشكل في التواصل الباهظ الثمن اللي كان كيعاني منه الجميع في داك الوقت، ولكن هو ما استسلمش وتسنى العرض امتى يجي بحالنا، فكر في الحلول كيفاش يهضر فابور، ولكن ماشي نفس التفكير اللي فكرنا به حتى حنا منين كنا كنجيبو روشارج مستعمل ونعاودو ندخلوه ونتمنوا تصدق لينا. هو فكر كيفاش يهضر العالم كامل شي به مجاني، وبدا بفكره بسيطه ودابا ولات فكره عظيمه واستفاد منها العالم كامل. هاد الشخص هو اللي اسس ولا برمج تطبيق واتساب. يلا نعرفوا القصه ديالو في الحلقه الاولى من حلقات مؤثرين تقنيين. قبل نبدا الى عجبتكم هذه الفكره كاينين بزاف تقنيين اللي غنحكي لكم عليهم، غير قولوا لي في التعليقات ودعموني بلايك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم. جانكوم هو مالك ومبرمج تطبيق واتساب، وهو اللي كان طلب من فيسبوك يوظفوه عندهم ورفضوه، ودابا باع لهم تطبيق واتساب ب 19 مليار دولار وبشروط من الفوق. تزادكم في اوكرانيا في عائله فقيره، وكان هو ولدهم الوحيد، وملي ولات عنده 16 عام سافر لامريكا بسبب الصراعات السياسيه اللي كانت في اوكرانيا. بدا حياته من جديد في امريكا هو والام ديالو، اما الاب ديالو بقى في اوكرانيا يقلب كيفاش يتبعهم، ولكن ما كتبش ليه. مات في اوكرانيا ومراها بثلاث سنين ماتت حتى الام ديالو بمرض السرطان. وفي الوقت اللي كان كيقرا فيه في الثانويه العامه، في اي وقت كان عنده خاوي كان كيستغلو وكيقرا فيه كتبه في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجه، وهاد الكتبه كان غير كيكريهم ويرجعهم حيت الامكانيات ديالو الماديه كانت ضعيفه ما يقدرش يشري هاد الكتبه. وبقى على هاد الطريقه حتى سال الثانويه العامه ديالو وطلع للجامعه والتحق بجامعه سان خوسي ستي، وهنا بدا كيخدم على راسو ويقرا في نفس الوقت، ومن بين الخدم اللي دوز حارس امن بواحد الشركه، ومن بعد فترة قصيرة خدم أول خدمة في المجال اللي كان كيقرأ عليه الكتبة في الثانوية العامة مع شركة ياهو كمهندس تكنولوجيا في هذه الشركة الضخمة في ذاك الوقت. وكان قبل ترفض الطلب ديالو في الحصول على وظيفة فيسبوك. المهم من بعد ما خدم مع ياهو تعرف على براين أوكتر، الصديق الوحيد ديالو اللي حتى هو كانت الحياة المادية ديالو ماشي تاليه. ومن بعد فترة وفي 2007 بالضبط خرجوا بجوج من شركة ياهو بسبب المستقبل المجهول مع الشركة والتفكير ديالهم في مشاريع خاصة بهم. من بعد فترة ديال الراحة وبالضبط في 2009 خدا كوم هاتف ايفون وشاف المتجر ديال التطبيقات ديال ايفون اللي كان في البداية ديالو، وفهم باللي التطبيقات أيولي عندهم مستقبل كبير على الهواتف، وبقى كيقلب على فكرة وتفكر المعاناة ديالو في التواصل مع العائلة والأصدقاء بسبب المكالمات والرسائل الباهظة الثمن اللي كل شي كيشكي منها، واستغل هاد القضية وجاتو فكرة يدير تطبيق ديال التواصل ويكون شبه مجاني اللي هو واتساب. واجهكم بزاف ديال الصعوبات في الأول وتقاتل على الفكرة ديالو، ومن بعد ما طلق النسخة الثانية ديال التطبيق ولات عنده 250 ألف مستخدم بسرعة كبيرة. وفي ديك الوقت عرض على صاحبه براين ينضم ليه كشريك مؤسس، وقبل براين العرض ودخل معاه في المشروع، وقنعوا أصدقاء آخرين ديالهم استثمروا 250 ألف دولار في التطبيق باش يطوروه. وفي 2011 كان تطبيق واتساب التطبيق رقم واحد ديال المراسلات الفورية في متجر أبل، وحصل على أكثر من عشرات المليون تحميل في بلاي ستور جوجل. ومن 2011 حتى 2014 دخلوا بزاف ديال المستثمرين في التطبيق، واخرهم كان شركه فيسبوك اللي استحوذت على الواتساب ب 19 مليار دولار وبشروط منهم ما يديروش اعلانات على التطبيق ويبقى مجاني للجميع. وهذه هي الارقام اللي حقق واتساب في 8 ديال السنين مورا البدايه ديالو. حصل على مليار و200 مليون مستخدم ومليون مستخدم جديد يوميا، وكتصيفط فيه اكثر من 50 مليون رساله يوميا و100 مكالمه يوميا واكثر من مليار و600 صوره. وحاليا تطبيق واتساب اللي ولا تابع لشركه فيسبوك كيخدم به اكثر من 2 مليار شخص في العالم، يعني ثلث ديال العالم تقريبا. وفي الاخير نجحكم في المشروع ديالو وخلانا مكونيكتين ومتصلين شبه مجاني مقارنه مع قبل 10 سنين. والخلاصه من القصه النجاح ما كيجيش بالصدفه، كيجيب الاجتهاد والعمل الجاد. كيف ما كانت الظروف ديالكم حاولوا تستغلوها لصالحكم، وماشي غيركم اللي كاين،
كاينين بزاف التقنيين اللي اثروا في العالم، غادي ندوي لكم عليهم ان شاء الله. الى عجبتكم الحلقه شاركوها في الواتساب مع اصحابكم. شكرا على المشاهده والسلام عليكم.